بدك تقتل ابو عزو؟ اي نعم بدي اقتله. قول يا هلاقات استغفر الله على هالعمله اللي بدك تعملها يا ابو عزو، شلون بدك تقتله؟ لك هو قتلني من زمان من زمان، من لما تجوزها وما خلاها تعيش مثل العالم والناس، واخر شيء حطها بالسجن بسجن القلعه، فهمتي؟ وبدك ياني ما اقتله؟ خلاص اشكي لله هو بيصطفل فيه. وسيطه وسيطه يا ابو عامر، انا وراك والزمن طويل. وانا تبهدلت ونزليت وما عاد لي عين امشي بالحاره من يوم ما انحبست اختي بالالعاب. الله يصطفل فيه، وبعملت السودا اللي كان السبب لك الله ينتقم منه يا حق. لهيك ابو عامر لازم يموت على ايدينا نحن، مو على ايدين حدا تاني. قولي على قاتي بدي اكون بشي ونصير بشي تاني، يا ربي تخيلك تصبرني. شو ابن عمي؟ شو ناوي تعمل مشان كاملة؟ معقول تخليه هيك بلحوشة بالسجن؟ اي والله حرام، ما بيجوز من الله. شفقانة عليها لك فوزية؟ يو معلوم شفقانة عليها، يعني صحيح هي ضرتي، اي بس والله انا بعتبرها مثل اختي الكبيرة، وعشنا الحلوة والمرة مع بعضنا. لانك بنت اصول، بس انا شو طلع بايدي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لو راجع إلي مستعد أدفع قد ما كان وما تضل كاملة بالحبس. بس أنا متأكدة إنه كاملة ما لها علاقة بقتل زهرية، وأكيد أكيد في واحدة دبرت لها القصة. شيء يعني مين الوحدة لفوزية؟ نحن ما عم نقدر نشك بأي وحدة لحتى نقدر نتحرك. إذا ما خيبني ظني ما في غيرهم وراها للقصة. من هدول؟ واحدة من اخوات ابو محمود. شو هالحكي؟ في اكثر من وحدة فاتوا على الغرفة وغيروا وعيهم. ايه مزبوط تشكل قاسي، بس ما حدا له مصلحة بقتل زهرية غير هن. ليش؟ يوه ابن عمي ما سمعت شهيرة خانو لما قالت انه في مشكلة كتير كبيرة بين بيت ابو محمود وبيت ابو سليم؟ يعني هالمشكلة بتخليهم يقتلوا زهرية؟ لك ايه واكثر من هيك كمان. لحمة؟ طب شو هالمشكلة اللي بيناتهم؟ ما بقدر احكي لك ابن عمي، لانه اذا دريت شهيرة خانو رح تزعل مني كتير وتاخذ على خاطرها. ما تخافي ما رح الا، بعدين عندنا مصيبة اكبر من هيك بكتير. احكي شو مشكلة بيناتهم. رح احكي لك القصة كلها يا ابن عمي. قولي. المشكلة سببها صخر ابن ابو صخر، يلي كنتوا انتم متخانقين معه، وهو نفسه كان خاطب الهام اخته لابو محمود. وشو دخل صخر بالقصة تبعنا؟ جايتك بالحكي ابن عمي. احكي. يا سيدي هي بزمناته من شي سنة ونص، لما كان صخر خاطب الهام أخته لأبو محمود وكاتب كتابه عليها. فوزية انتي منين عرفتي قصة الهام أخته لأبو محمود مع الزهرية الله يرحمها؟ أنا شهيرة خانم. اي منين عرفتي؟ من مطيعة. مطيعة هي اللي قالت لي. مطيعة؟ مطيعة يا مطيعة. نعم شهيرة خانم. ها ليك اسأليها. عدي لشوف عدي. انتي قلتي لفوزية عن قصة إلهام أخته لأبو محمود وزهرية الله يرحمها؟ ايه نعم يا خانم أنا قلت لها. لكيب لسانك بالقص إن شاء الله. ولمين قلتي لغير فوزية؟ ما قلت لحدا يا خانم، بس لفوزية. انتي متأكدة إنه ما قلتي لحدا؟ والله متأكدة يا خانم، ويبلاها لساني بالقص إذا حكيت لحدا غير فوزية، حتى ضرتي كاملة ما قلت لها، وهاتي المصحف الشريف لأحلف لك عليه إني ما حكيت لحدا. حسك عينك أنت وياها حدا يعرف فيها. هاي الشغلة فيها قص رقاب وخربان بيوت، يعني مو سهلة بنوب، فهمتي أنت وياها؟ يوه شهيرة خانم، ليش نحن من أمتى بننقل أسرار الناس؟ حتى أبو عامر ما بدي إياك تجيبي له سيرة، فهمتي؟ يوه وليش شهيرة خانم؟ لأنه هاي القصة شغلة نسوان وما لازم الرجال يتدخلوا فيها. ايه مزبوط، بس ابن عمي مانو غريب. ولي فوزية لتكوني حكيتي له لابن عمي. بصراحة شهيرة خانم. ايه قلت له. ولك الله لا يعطيك العافية،
لك ليش قلتي له ليش؟ والله يا شهيرة خانم، والله هو رك علي كثير لحتى اقول له، وقال لي كمان اذا ما قلت له شو في بين بيت ابو محمود وبيت ابو سليم رح يزعل مني كثير وما عاد يحاكيني. هو هيك بعدين يا شهيرة خانم انا ما بيهون علي زعل ابن عمي، شو ما طلب مني بدي نفذ. بعدين يعني ابن عمي ما له بالعاده يفضح اسرار الناس. لك شو بدي اعمل فيكي انت وياها؟ لسانكم متبري منكم. اسمعي انت وياها، اذا بدرى انه وحده فيكم جابت سيره لحدا لحتى اكون انا اساس بطلاقها، فهمتي انت وياها؟ فهمنا فهمنا شهيره خانم، مثل ما بتامري. السلام عليكم. اهلا وسهلا، كيف الحال؟ تفضل تفضل. اهلين. سلام. الله يخليك يا رب. طمني. والله يا ابو عامر التحقيق لساته مفتوح، بس ما عم قادر امسك ولا خيط امشي عليه. لا اله الا الله محمد رسول الله. شو مشان مرتي اللي بالحبس؟ مشكله انه يلاقوه تحت مخدتها بغرفتها، دليل كثير مهم وبدينا بيخليها هي القاتله. ايوه سيد بشير، انا جاي لعند المنة وعندي شويه معلومات ما بعرف اذا بيساعدوكم التحقيق. شو هي؟ عن الحريم اللي حضروا عرسي. احكي. هذا يا بشير افندي اللي عرفته انه في مشاكل بين بيت ابو سليم وبيت ابو محمود الفراء. مشاكل شو؟ يعني شغل نسوان، وخاصه بين الهام اخته لابو محمود وزهريه رحمه الله عليها. يعني هاي المشكله بتخلي الهام تقتل زهريه؟ والله يا بشير افندي انا ما فيني احط بسنتي، بس ممكن تعملها لانه الشيطان موجود. معناته لازم تقول لي شو هي المشكله. بصراحه ما فيني احكي، هذا الموضوع فيه مس عرض وشرف. ابو عامر، اذا بهمك تعرف مين اللي قتل زهريه، واذا بهمك ما يلف حبل المشنقه حوالين رقبه كامله، لازم تخبرني بكل شيء. شو مشنقه وما مشنقه؟ طبعا بيهمني اعوذ بالله. معناته لازم تخبرني كل شيء بالتفصيل، لانه يمكن تكون شغله صغيره هي المفتاح. ايوه معناتها لازم نفكر شوي. ابو عامر القصه ما بدها تفكير، بعدين احنا هون بكراكون ما بنفضح اسرار الناس. احكي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بشير افندي راح احكي لك كل شيء، بس الله يخليك ما بدي حدا يعرف. ابو عامر احكي. اخي مثل ما حكيت لك بالاول، كان في عداوه كبيره بين زهريه رحمه الله عليها وبين الهام اخته لابو محمود الفراء، وهالعداوه هي خلت النسوان ما بقى يحكوا مع بعضهم ولا يزوروا بعضهم اكثر من سنه. طيب وشو سبب العداوه بيناتهم؟ هذا يا سيدي صخر ابن ابو صخر، بتعرفه؟ ايه بعرفه. شو بو؟ كان خاطب الهام اخته لابو محمود الفران وكاتب كتابه عليها. صحيح. لا اله الا الله محمد رسول الله. احكي ابو عامر. اخي الزلمه تجوزها قبل عرسه. محمد.